السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير وراكم كامل لاباس عليكم. ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله. ونقول لكم اليوم راح نعملوا وصفه بزاف بنينه. بسم الله، عندي فيها 125 غرام تاع زبده، وعندي معاها 4 مغارف تاع الزيت. اذا ما عرفتوش يعني ديروا 125 غرام، نقول لكم ديروا زوج مغارف كبار معمرين مليح. وعندي نص كاس تاع سكر بودره، يعني سكر ناعم. وعندي قشور تاع حبه قارص. اذا ما عندكمش القارص هنا معليش، تقدروا ديروا كميه مليحه تاع لافاني، بصح من الاحسن يكون عندكم القارص. رايحه نخلط السكر مع الزبده والزيت حتى يندمجوا لي مع بعضهم. وندير هنايا مغرف صغيره تاع لافاني، وعندي قرصه الملح. كيما قلت لكم انا درت لافاني شويه برك، مغرف صغيره يعني على جال القارص، على بالكم بلي القارص يمد ريحه بزاف شابه في اي حلوه درناها. هكذا نخلطهم ونضيف عليهم زوج حبات تاع البيض. نضيف بالحبه ونخلط، هذه الاولانيه. ودوك نزيد الثانيه. اكيد البيض دائما نقول لكم ما يكونش بارد، والزبده كيف كيف. يعني خذوا علبه تاع 250 قسموها على 2. اذا حبيتوا ديروا يعني علبه تاع 500 قسموها على 4، هكا باش يخرج لكم الحساب سوا سوا. حبيتوا بالمغرف كيما قلت لكم ديروا زوج مغارف كبار معمرين مليح. هنا عندي كاس غربه تاع مايزينا، نغربلها باش تجيني لاباط خفيفه. ونزيد معاها كاس الاولاني تاع الفارينة، نغربلو اكيد. وعندي هنايا خميره الحلويات، درت زوج مغارف صغار تاع خميره الحلويات، يعني نص باكي تاع الخميره. اول حاجه نخلط شويه شويه يعني هكا بالفوي، ومن بعد نحيه ونخلط بيدي. نزيد نوجد الكاس الثاني تاع الفارينه ونغربلو. دائما لي صابلي ولا اي حاجه هكا فيها يعني عجينه لازم تغربلو الفارينه، يعني كل عجينه غربلو لها الفارينه باش تجي خفيفه. ونزيد نخلط، اكيد ما نعجنش، نجمع برك. ونزيد الكاس الثالث ونزيد كيف كيف، يعني نجمع، ما تزربوش في الفارينه، حطوا بالعقل وشوفوا. هكذا. والكاس يعني الرابع ضفت منه شويه برك، المهم نتوما تجمعوا حتى تحصلوا على عجينه طريه. خلاص هنا كانت عندي العجينه واجده، هاي اللي كيفاش طريه كيما عجينه الصابلي. رايحه ناخذ سنيوه الطول على العرض تاعها 30 على 30 سنتيمتر، ونحبط كامل عجينه الصابلي. رايحه نوريكم طريقه كيفاش تجيكم سهله عجينه الصابلي. نحو يعني ورق الطهي، حطوه بهذه الطريقه وفتحوا فيه العجينه، احسن من انكم تفتحوها لداخل يعني السنيوه تكون ضيقه وما تصيبوش كيفاش تفتحوها. فوالا بهذه الطريقه تجيكم اسهل منها ما كاش. هاي ليك نفتحوها قيس السنيوه، ونعاود نرجعوا ورق الطهي لداخل السنيوه. هكذا بهذه الطريقه راني وريت لكم. يبقى لي شويه برك نكمل يعني نتحفها مع الاطراف باش تدي لي زاويه تاع السنيوه. وهنا رايحه نعمل لها ثقوب صغار برك، ما ديروش بالفرشيطه ولا بكش حاجه، ديروا غير هكا بعود اسنان باش يجوكم رقاق. دوك نقول لكم علاش. والطبقه الثانيه عندي نفسها 125 غرام تاع الزبده، معاهم كاس غربه تاع سكر حبيبات، ومعاهم زوج حبات بيض. في الاول نحط زوج علاجي باش نخلط، من بعد نزيد الثالثه. نحط مغرف تاع لافاني، قشور تاع حبه قارص، هذه قرصه الملح وقشور تاع حبه قارص. من الاحسن اذا صبتوا القارص للصفر ديروا للصفر خير. ونخلط هنا بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل على كريمه كيما كريمه الزبده.
هنا اذا حبيتوا تخلطوا بيتكم يعني بالخلاط اليدوي تقدروا، معليش. هكذا حتى يعني نحس باللي هذيك الزبده ذابت لي مليح مع السكر والبيض. هنا نضيف الحبه الثالثه، فوالا انا كنت حطيتها يعني نحذف لي المقطع هنايا، معليش. المهم ضفت الحبه الثالثه وخلطت. نبدا نضيفه في جوز الهند. عندي الكاس الاولاني، نخلطه هكا بالخلاط ونزيد الكاس الثاني. هنا خذت لي زوج كيسان ونص تاع جوز الهند ولا لانوات كوكو، اختاروا النوعيه اللي تكون خشينه وبيضه، هذيك اللي تمد نتيجه. وقريصه هكا تاع الخميره، يعني نص مغرفه تاع خميره، خميره الحلويات. ونزيد نخلط ونزيد النص الاخير تاع هاد جوز الهند. هنا يعني لاباتاي تبان لكم كليه بصح نشفت وتفرتت، نقول لكم باللي لا كي تمسوها راهي طريه كيما كريمه الزبده. ناخذ هاد السنيوه اللي درت فيها العجينه، نحط فيها ثلاث مغارف كبار تاع مربى، يعني معجون تاع المشماش، ونمشيه باش من بعد يعطيني طبقه بنينه بينو وبين الطبقه الثانيه. مشوها على كامل السنيوه. ونزيدوا هاد الطبقه يعني اللي كنا خلطناها، نحطوها كامل هنا هكذا، ونفرشوها كامل على السنيوه. هكذا غير بالمغرف برك، يعني سهله طريه بالخف تمشي، ما تعبزوهاش، فرشوها برك. وهنا ما كان يعني تحفوها بزاف بزاف، باسكو حين نغطوها بكميه تاع كاوكاو ولا لوز ايفيلي. انا كانت عندي شويه لوز ايفيلي وشويه كاوكاو ايفيلي، درتهم من الفوق، خلطت بين لوز وكاوكاو، وانتم ديروا اللي تناسبكم. وندخلوها الفرن على 180 درجه، اكيد تحمر لي من تحت عادي كيما اي صابلي، وتزيد لي من الفوق بالك وبركي نحرق لكم هذاك اللوز والكاوكاو. نقصوه كامل على النار وخلوه يعني بلا عقل يتحمر. هنا عندي خمس مغارف تاع مربى ولا معجون تاع المشماش، عندي ماء الزهر رايحه ناخذ منه زوج مغارف، وعندي معاهم عصير تاع الليمون ولا القارص كيف كيف ناخذ منه زوج مغارف هكذا. ونخلط. وهنا نستخدموا هاد المربى مع الماء الزهر والقارص، وحنا هذاك وين جبدنا يعني الوصفه من الفرن تكون سخونه، نعمل لها ثقوب بهذه الطريقه باش تتشرب لي. ونحط فوقها الخليط كيما قلت لكم، ما تنساوش لازم تكون سخونه هذاك وين خرجناها من الفرن. وجدوا الخليط مقبل وكي تجبدوها يعني تسيبوها واجده، حطوا مباشره. نقول لكم باللي دوكي تتشرب كامل هذه الكميه تاع المربى، حطوا ولا يهمكم، يعني رايحه تتشرب يولي كامل ما يبانش. انا هنا رايحه نكملها نقسمها، فوالا حطيتها لكم في صحن التقديم. نتمنى من قلبي ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، صدقوني تجي بزاف بنينه. رايحه نقسمها لكم ونوري لكم هذوك الطبقات كيفاش يجوا. تجي عندنا طبقه تاع الصابلي وطبقه هذه تاع نواط كوكو، وكانها مخبز تاع نواط كوكو، تجي بزاف بنينه. راني قسمتها لكم باش تشوفوها، هاي ليك، تجي بزاف بزاف بنينه وخفيفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. قطعت لي 36 حبه وصفتنا نهار اليوم، نقول لكم بلي وصفة أكثر من رائعة. نتمنى إن شاء الله تجربوها. نتلاقى بكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. دايما نقول لكم في آخر الفيديو، ربي يسعدكم ويفرحكم ويهنيكم، حطوا جام للفيديو، أكيد جام، تعليق، اشتراك، كامل يفرحوني. نتلاقى بكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.